الأردن معانا مراسلنا الأستاذ أحمد أبو زيد، وهو بيتابع طبعا الترتيبات والاستعدادات لانعقاد مؤتمر القمة غدا. أستاذ أحمد، إيه آخر الأخبار عندك والترتيبات للقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأردن؟ نعم أيمن، ربما هناك مشكلة في وصول الصوت، لكن على أي حال سأطلع حضرتك والمشاهدين بطبيعة الحال على ما جرى قبل دقائق من الآن، وهو وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تابعنا وصول الرئيس السيسي إلى مطار الملكة علياء بالعاصمة الأردنية عمان. كان في استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. بعد ذلك توجه الرئيس السيسي مباشرة من العاصمة الأردنية عمان من مطار الملكة علياء إلى مقر إقامته هنا بمنطقة البحر الميت. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ذلك صرح السفير علاء يوسف بجدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي سيكون في خلال الساعات المقبلة وصولا إلى موعد القمة غدا وما بعده. الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسيلتقي كذلك رئيس الوزراء العراقي وهو رئيس الوفد العراقي في هذه القمة حيدر العبادي. الرئيس العراقي فؤاد معصوم لن يحضر الرئيس الوزراء العراقي، سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المساء، كما سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك الأمير غازي بن محمد صاحب مبادرة حول الأديان والعلاقات بين الأديان. سيلتقيهم الثلاثة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته بمنطقة البحر الميت. سيحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي إذن القمة غدا، يلقي كلمة مصر باعتباره رئيس الوفد رئيس الجمهورية. بعد ذلك سيجري الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من اللقاءات الثنائية، ستكون على رأسها لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وكذلك لقاء العاهل المغربي الملك محمد السادس، فضلا عن لقائه بالرئيس التونسي الباجي قائد السيسي. هذه هي اللقاءات المؤكدة في جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المساء، هذا الليل تحديدا، وغدا بعد لقائه بالقادة العرب في قمتهم في دورتهم العادية 28. سيطرح الرئيس عبد الفتاح السيسي الرؤية المصرية حول عدد كبير من القضايا سواء كانت إقليمية سياسية أو أمنية، فضلا عن البعد الاقتصادي والاجتماعي في هذه القمة الذي يبدو طاغيا بدرجة كبيرة في ضوء المتغيرات الحاصلة سواء كانت على مستوى ضآلة مستوى التجارة البينية الحاصل بين الدول العربية كما أشار إلى ذلك وزراء التجارة والصناعة العرب في اجتماعهم قبل يومين، أو بعض الأزمات ذات الطابع السياسي والأمني كأزمات اللجوء والنزوح والتي ألقت بظلالها كذلك على ضغط اقتصادي كبير على البيئات الاقتصادية في الدول العربية المختلفة. على أي حال هذا هو القدر المتيقن من لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الليل وغدا بمشيئة الله بعد ختام أعمال القمة العربية. أحمد أبو زيد من البحر الميت في الأردن، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وطبعا هنبقى بنتابع مع حضرتك التطورات أول بأول هنا على On Live.